نهج نهج الأنبياء عين وقعت كربلاء باسمه الباقي ردت باليمان الباري يشهد دعوته دعوة محمد نهج نهج الأنبياء نهج نهج الأنبياء العدل والحق هتافه ريد المهد الخلافه علي نكره يا حسافه العيد وقعت كربلاء راية البيعة بيمينه يحتج عليك الإمام بالوصية اللي كتبها هذه مصدر للسلام هذه مصدر للسلام عصمة من الضلالة هي دستور الجلالة يمحرش ربك دعالة اقرأ مضمون الدعاء اقرأ مضمون الدعاء فأخذ عبرة من كلامه بينت أقرب علامة هاي ساعة وقيامة الأرض تشهد والسماء الأرض تشهد والسماء اسمه الباقي ردت باليمان الباري يشهد دعوته دعوة محمد نهج نهج الأنبياء نهج نهج الأنبياء العدل والحق هتافه ريد المهد الخلافه علي نكره يا حسافه العيد وقعت كربلاء ما إلك العذر باكر الجلال يحاسبك والعناد بلا نتيجة وين هذا يوصلك وين هذا يوصلك بالعلم افهم حقائق ما ينفعك المنافق أحمد القرآن ناط ما ينفعك هالعداء ما ينفعك هالعداء راية الحق والهداية تعصمك من البلاية تمسك انت بهالولاية لأحمد اعلن هالولاء الأرض تشهد والسماء اسمه الباقي ردت باليمان الباري يشهد دعوته دعوة محمد نهج نهج الأنبياء نهج نهج الأنبياء العدل والحق هتافه ريد المهد الخلافه علي نكره يا حسافه العيد وقعت كربلاء العبد الصالح احمد اقرا كتبه واستدين العلم وحروفه بيها دعوته حق وعديل يحتج احمد بالوصيه عهد من سيد البريه شامخ بهاي القضيه واجب تلب النداء واجب تلب النداء يلتوي مأوى جهنم ما ينفعش ما تندم ناس بس تعرف تشتم ظنها تخفي هالضياء الأرض تشهد والسماء اسمه الباقي ردت باليمان الباري يشهد دعوته دعوة محمد نهج نهج الأنبياء نهج نهج الأنبياء العدل والحق هتافه ريد المهد الخلافه علي نكره يا حسافه العيد وقعت كربلاء أحمد أركان الهداية نور ساطع بالسماء قائم العترة اليمان ويحضرك بالموزمة يحضرك بالموزمة كل سؤال أحمد جوابه رحمة الله وهم عذابه للجميع انفتح بابه والأمان من البلاء والأمان من البلاء رفرفت هالراية بيده لا تظن عنك بعيدة حقق الحلم اللي يريده وتكسر قيود الشقاء تكسر قيود الشقاء التوزيع والهندسة الصوتية علي العبودي بصوت الرادود الحسيني سيد حيدر الطباطباء الرميثي كلمات الشاعر الحسيني سيد يحيى الموسوي الرميثي